حتى الآن كنا نتعامل مع طريقة واحدة من الاحتمال، وهذه هي احتمال حدوث A. احتمال حدوث A يساوي the number of events, the number of events that satisfy A تقسيم all numbers of the equally likely events تقسيم كل الحوادث الممكنة المتساوية الاحتمال. إذا هنا كل الحوادث الممكنة المتساوية الاحتمالية equally likely events، وعليه في حالة قطعة النقد المنتظمة فإن احتمال ظهور الوجه في قطعة نقد منتظمة لديها حادثين اثنين متساوية الاحتمال والتي تتوافق مع كونها وجه، إذن هناك فرصة نصف ليظهر الوجه، وكذلك بالنسبة للخلف. إذا أخذنا حجر نرد فإن احتمال الحصول على عدد زوجي، حسنا، عندما ألقي حجر نرد هناك 6 حوادث متساوية الإمكانية أو الاحتمالية، وهناك 3 أعداد زوجية يمكنني أن أحصل عليها والتي هي 2، 4، و6. بما أنه لدينا 3 أعداد زوجية، إذن هناك 3 تقسيم 6، أو نبسطها إلى فرصة نصف. حقا هذا نموذج جيد عن الحوادث المتساوية الاحتمال. والآن سوف أغير هذه الأمور قليلا، سوف أرسم خط، هذه مجرد طريقة واحدة للتفكير بالاحتمال. الآن سوف نتحدث عن الاحتمال، حيث يمكننا التفكير بالحوادث المتساوية الاحتمال. وعلى وجه الخصوص سوف أعد قطعة نقد غير منتظمة، ولذلك فإن هذا تماما هنا من المفترض أن يكون لدي قطعة نقد غير منتظمة. هذه قطعة النقد لدي، سأرسمها لتتضح لك، مع العلم أن هذه القطعة غير منتظمة. أحد جوانب هذه القطعة أسمك قليلا من الجانب الآخر، لنقول أن هذا جانب الوجه heads، هذا جانب الوجه، ومن الواضح أن ظهر العملة هو الخلف tails. وكما قلت هذه قطعة نقد غير منتظمة. والآن سوف أعمل توضيح مهم عن قطعة النقد غير المنتظمة، إنه لا يتلائم مع النموذج الذي تم إنشاؤه بالأعلى. هذا التوضيح المهم هو بالأعلى كان لدينا فرصة 50% إلى 50% للحصول على وجه. ما سأقوم به هنا أن احتمال الحصول على الوجه لقطعة النقد هذه تماما هنا، هذه القطعة، هو 60%، أو بطريقة أخرى نقول 6 بالعشرة، أو 6 تقسيم 10، أو طريقة أخرى للقول هذا 3 تقسيم 5، أي 3 أخماس. الآن لا يمكننا القول أن هناك حادثين اثنين متساوية الاحتمالية. هناك نوعين من الحوادث المحتملة، حيث أن العملة قد تقع على الوجه heads أو الخلف tails. من الواضح أننا سنحصل على حادثين محتملين، أننا سنحصل إما على وجه heads أو خلف tails، وبحساب عدد الحوادث التي تتوافق، ولكنهم ليسوا حقا حادثين اثنين متساوية الاحتمالية. تقسيم كل الحوادث الممكنة في هذه الحالة يمكننا تصور الاحتمال. هذا يختلف اختلافا جذريا عن النموذج الذي تحدثنا عنه في الأعلى. والطريقة لوضع تصور فرصة 60% للحصول على وجه، إذا كان لدينا عدد كبير من التجارب، هذا يعني إذا ألقينا قطعة النقد هذه على سبيل المثال 1,000,000 مرة، فإننا سوف نتوقع أن 60% من هؤلاء ستأتي وجوه. لذلك من الواضح لدي كيف يمكنني تحديد أن هذا هو 60%. لهذا أستطيع أن أتعجب تماما كيف أنها سوف تسقط كل مرة، أو ربما أنها مثل أن يكون لدي طن من التجارب وسألقي قطعة النقد 1,000,000 مرة. عندها سأقول حسنا، 60% من النتائج ستكون وجوه. إذا
يمكننا أن نعمل توضيح مماثل عن الخلف، إذا احتمال الوجوه هو 60%، احتمال الخلف حسنا هناك احتمالين اثنين فقط، إما أن يكون هناك وجه أو خلف، لذا يمكنني أن أقول أن احتمال الوجه أو الخلف سيكون مساويا لواحد، لأن هناك أيضا يمكن أن يكون فرصة للحصول على 100% وجه أو خلف، وهذه هي أحداث متباعدة ومنفصلة، أي لا يمكن أن يكون كلاهما، ولذلك فإن احتمال الخلف سيكون 100%، إذا 100% ناقص احتمال الحصول على الوجه، والذي هو بالطبع 60%، حيث 100% ناقص 60% يساوي 40%، أو بالصورة العشرية 4 بالعشرة، أو بالصورة الكسرية 4 تقسيم 10، أو بأبسط صورة ستكون 2 تقسيم 5. لذلك مرة أخرى لا يمكننا أن نسميهم حوادث متساوية الاحتمالية، إذا كنا نرمي قطعة نقود 1,000,000 مرة، إذا 60% من القطع النقدية تكون هيدز، ومن الواضح أن بقية الرميات يجب أن تكون تيلز. حان الوقت لحل بعض الأسئلة الآن، إذا احتمال الحصول على وجه في الرمية الأولى لدينا ووجه في الرمية الثانية لدينا، لذا مرة أخرى هذه رميات مستقلة، قطعة النقد لا يوجد لديها ذاكرة، بغض النظر عما حصلت عليه في الرمية الأولى، لدي فرصة متساوية للحصول على وجه في الرمية الثانية. حسنا احتمال الحصول على وجه في الرمية الأولى ضرب احتمال الوجه في الرمية الثانية. نحن نعرف حقا أن احتمال الوجه في الرمية الأولى أو الرمية الثانية سيكون 60%، أو دعونا نكتبها بالصورة العشرية لأنها أسهل، إذا 6 بالعشرة، وهنا أيضا 6 بالعشرة، كذلك احتمال الوجه الثاني، احتمال الوجه الثاني هو 6 بالعشرة، وما علينا فقط سوى ضربهم ببعضهم، سأقوم بذلك بالفعل، إذا 6 بالعشرة ضرب 6 بالعشرة. الآن طريقة واحدة لعمل ذلك، إذا نضرب ضربا عاديا دون منازل عشرية، ثم نحسب المنازل العشرية على يمين الفاصلة، أي 6 ضرب 6 يساوي 36، 6 ضرب 6 يساوي 36، وهنا منزلة على يمين الفاصلة، وهنا أيضا منزلة، إذا الجواب يحتوي على منزلتين على يمين الفاصلة العشرية، إذا يساوي 36%، 36%، نحن نأخذ 60% من 6 بالعشرة، أي 36%، أو طريقة أخرى نقول أن لدينا احتمال 36% للحصول على وجهين اثنين في صف واحد في حالة قطعة نقد غير منتظمة، لكن في حالة القطعة المنتظمة كان لدينا نصف ضرب نصف ويساوي ربع، إذا 1 تقسيم 4 أو 25%. الآن دعونا نرى مثال أكثر تعقيد قليلا، دعونا نرى احتمال الحصول على خلف في الرمية الأولى، احتمال الحصول على خلف في الرمية الأولى والحصول على وجه في الرمية الثانية، كذلك الحصول على خلف في الرمية الثالثة، دعوني أعملها بلون جديد، تيلز في الرمية الثالثة، إذا يساوي احتمال الحصول على خلف في الرمية الأولى، كما نعلم كلهم حوادث مستقلة، حيث أن الحصول على خلف في الرمية الأولى لا يؤثر على الحصول على وجه في الرمية الثانية، إذا ضرب احتمال الحصول على وجه في الرمية الثانية، ثم ضرب احتمال الحصول على خلف في الرمية الثالثة، واحتمال الحصول على خلف في أي رمية هو 4 بالعشرة، واحتمال الحصول على وجه في أي رمية هو 6 بالعشرة، إذا 6 بالعشرة، واحتمال الحصول على خلف في أي رمية هو 4 بالعشرة، إذا 4 بالعشرة. مرة أخرى يجب علينا فقط أن نضرب كل هذه الاحتمالات مع بعضها،
إذا 4 بالعشرة، ضرب 6 بالعشرة يمكننا ضربهم أولا معا، ثم ضرب 4 بالعشرة أو مرة واحدة، 4 بالعشرة ضرب 6 بالعشرة ضرب 4 بالعشرة، ولدينا طبعا 3 أعداد أمام الفاصلة. دعونا نعمل تلك الطريقة. إذا 4 ضرب 6 يساوي 24، ضرب 4 يساوي 96، إذا تعطينا 96. سأكتب 96، ولدينا 3 أعداد أمام الفاصلة العشرية، واحد هنا وواحد هنا وكذلك هنا، أصبح 3. إذا نحتاج في جوابنا إلى 3 أعداد أمام الفاصلة. يوجد لدينا 1، 2 أمام الفاصلة، أي نحتاج إلى واحدة إضافية هنا، لذا نضع 0. أصبح لدينا 3 أعداد ثم أضع الفاصلة، أصبح الجواب 96 بالألف. أو بطريقة أخرى لكتابة ذلك، نضع إشارة المساواة هنا، هذه تساوي 9.6 بالعشرة فرصة بالمئة، أي أقل من 10% قليلا، أي أقل من فرصة 10 عندما ألقي قطعة النقد هذه 3 مرات لأحصل بالضبط على خلف في الرمية الأولى، ووجه في الرمية الثانية، وخلف في الرمية الثالثة. إلى اللقاء.